أن تغتال شخصا مجاهدا في سبيل الله. الشيخ الدكتور إسماعيل هنية رحمه الله تعالى وتغمده بغفرانه ورضاه. أتممنا دراستنا وقراءتنا لصحيح الإمام مسلم بما فيه كتاب الجهاد، بما فيه كتاب السير، بما فيه أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: أنبه نفسي وإياكم أن العالم الإسلامي اليوم في خطر عظيم، وإن إخواننا في فلسطين هم الذين يقومون بإقامة الجهاد في سبيل الله نيابة عن الأمة الإسلامية كلها. فإن هؤلاء المجاهدين الذين بذلوا حياتهم وأنفسهم ومهجهم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، ليس لأرض فلسطين فقط بل لتحرير القدس عن الأيدي الغاشمة الجابرة المبغوضة التي اجترأت قبل قليل أن تغتال شخصا مجاهدا في سبيل الله. الشيخ الدكتور إسماعيل هنية رحمه الله تعالى وتغمده بغفرانه ورضاه، وإنه قد صدق ما عهد عليه الله وقضى نحبه، ولكن القرآن الكريم يقول: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فإن لم نكن قضينا نحبنا فلنكن من المنتظرين، فلنكن ممن يقول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا. فأيها الإخوة، نحن قرأنا الأحاديث في هذه القاعة، في هذا المسجد المبارك، لدى أساتذة مهرة، وقد أتممنا دراستنا وقراءتنا لصحيح الإمام مسلم بما فيه كتاب الجهاد، بما فيه كتاب السير، بما فيه أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فلنكن جميعا متحمسين لهذه الحرب، لهذا الجهاد والقتال الذي يجري في غزة وفي عدة مناطق من فلسطين، ونختم مجلسنا هذا بالدعوة لهم وانتصار لهم، وبالدعاء الله سبحانه وتعالى أن يعجل لهم الفرج والنصر، وأن يبيد إسرائيل ويدمرها تدميرا، يتبرها تدبيرا، ويعلي كلمة الله ليس في أرض فلسطين فحسب بل في العالم الإسلامي كله، من المغرب إلى أندونيسيا. فهذه رسالة هذا المجلس، رسالة مجلس قرئ فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنقم جميعا بنصرة أهل فلسطين بكل ما في أيدينا من قوة ومن مال ومن مهج، فلنفدي أنفسنا على القدس، على بيت المقدس الذي ينتظرنا جميعا أيها المسلمون. وبهذه الكلمات التي نبعت من قلبي في هذا المجلس وعلى علماء الأمة جميعا حيثما كانوا وأينما كانوا، أن يوقظوا هذه الأمة من هذه الغفلة ومن هذا النوم الذي هم فيه الآن،
غافلين عن فريضة الجهاد في سبيل الله، ويزعمون أن ما يجري في فلسطين وما يجري في غزة إنما يجري في بلد آخر لا علاقة لنا به. لا، يتحتم على علماء هذه الأمة أن يقوموا بواجبهم في إيقاظ الهمم، إيقاظ المؤمنين لهذا الجهاد العظيم المبارك، لأنها نقطة فاصلة في تاريخنا الإسلامي. ولذلك لعلماء الأمة جميعا في جميع بقاع الأرض أن يوقظوا المسلمين لنصرة هذا الجهاد بكل ما يمكن لهم من نفس أو مال أو بطريق آخر. هذه فريضة جعلها الله تعالى، كتبها الله تعالى علينا جميعا في جميع أنحاء الأرض. بدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا له، وأن يوفقنا لاتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون الحياة، حتى في الجهاد في سبيل الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله تعالى فضيلة علامة العصر الشيخ محمد تقي العثماني على هذه الكلمات الموقظات.